البنات النهاردة بصراحة هتنبهروا في الشغل الجديد من التبراك. التبراك دوت اللي كان المتر بتقولوا عليه غالي دلوقتي بقى أغلى، وكمان بأشكال منفردة في المحل دارك. أستاذ تامر وجيه زي ما انتوا شايفين كده التشكيل كله قدامكم كامل مكمل. هفردكم كام شكل كده، بس قبل كل شيء اقول لكم العنوان في اول الفيديو. رقم التليفون بتاع استاذ تامر 011 025 25 70 27 27 95 95 95 95. الفروع بتاعنا بقى احنا هنا فرعين، تمام. فرع قدام بنك مصر ممر النصر، والفرع التاني حارة المالتي. هتسأل على محل تامر وجيه او دورك، تمام. طبعا كل حاجه تركي باكستاني عماريه سترايب مصريه 3D، اي اشكال ملايات موجوده، اي اشكال ملايات موجوده، تمام. ده قطن تركي، ده قطن تركي 100%. اشكال النهارده جميله جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم بقى الجمال. بصوا اهي مطبوعه ميد ان تركي وقطن 100%. طبعا اشكال كل حاجه بالماتشنج بتاعها موجوده. ده لي ماتشنج بتاعه، ده لونين يعني. عايزه تعملي كده، تعملي كده اللي يعجبك، تاخدي المخده من دي تاخدي من دي، تمام. دول شكلين ولا ده لونين؟ الارضيه ده لون واحد ولا دي الارضيه مختلفه؟ مختلفه. الارضيه هنا كافيه، الارضيه هنا سكري. طبعا التايجر ده عاجبني قوي قوي، جميل جميل جميل. جاي منه اللون اللي جاي على رمادي. اول ما جيت شفت اللونين دول اعجبت بيهم قوي. لا وكمان انا شايفه ان انت جايب ساده، فانت لو جايب ساده رمادي فاتح هيبقى جميل قوي. بصوا يا بنات ده كده لو الرمادي الفاتح هيليق معاه جدا الخدديات معاه والشكل، وبرده ده كمان لو جبنا معاه كافيه الساده وعملتيه شغل فيه هيبقى حلو قوي. اللونين دول احلى من بعض الصراحه، حتى اول لما جيت بقول له اللونين دول جمال قوي. بصوا الرمادي معاه جميل. هو السادة دلوقتي والمنقوش الاثنين بسعر واحد؟ هو اصلا السعر احنا بنبيعه اصلا ب 170 جنيه. 170 جنيه ما يقلش عن كده. تمام. بس عشان خاطر منوعات اخيرا عنقود، اي حد يجي من طرفي هنحسبه 165 جنيه بس. 165. 165 تمام. طبعا في عروض كتير بنقدمها. ده قطن 100% يا جماعة، لا تقولي لي بيوبر ولا تقولي لي الوان بتنزل ولا تقولي لي اي حاجة فيه. انا شايفة ان الشكل جميل قوي. الشكل اللي هو بيفرده في منه لون تاني، ده اللون بتاعه. بصوا اهو شكله جميل قوي قوي قوي، اللون البترولي ده مع الفراشات. الرسمه موجوده بالوانها كلها، مش تشكيله خلاص. ده الرسمه دي ادي، ده الماتشنج مع بعض، ده كده الماتشنج مع بعض، ده كده كمان الماتشنج مع بعض، الرمادي مع الماتشنج بتاعه، اللون اللبني الفاتح. عايزه المخدات من هنا ممكن، عايزه الملايه من هنا ممكن، تشكلي مش شرط انك تاخدي من لون واحد، شكلي ادام معاه ماتشنج يدي شكل تحفه. لا لا والله العظيم انت بجد، ده حلو قوي. هو انا مش واضح في الكاميرا، بص انا حتى فاتحه اهي، بصي مطرزه منها فيه، التطريز بتاعه مني فيه، حلو قوي قوي التطريزه دي. هو جاي لون ابيض بس؟ مش لاقي عند حد خالص في السوبر عندنا. صراحه بصراحه تحفه، الخامه بتاعته جميله، وعايز سرير. احلى حاجه ان الابيض فيه مش ساده خالص، مطرز منه فيه، فيه كده رسمه مطبوعه فيه منها فيه. المتر 170 عادي، ما تجيش تبع منوعات اخر عنقود، لو جاي تبع منوعات اخر عنقود 165. بصوا جميل قوي، انا جبت من عنده ايام ما كان ب 140 جنيه والله، ومن فتره قريبه جدا قال لي الحاويه الجديده لما تنزل هتيجي باسعار غير اللي انت خدت بيها، فجيت عشان اجيب تاني، اجيب 165 جنيه اهو طبعا منوعات اخر عنقود، و170 عادي يعني فرق قوله 30 جنيه في المتر بس. قطن قطن قطن. الشكل ده اللي عجبني موت، عجبني جدا عجبني، انا بحب البطوط ده قوي في الكرتون، شكله جميل جدا. افردوا كده، ده بصوا شكل السرير، حتى يبقى شكل السرير جميل قوي، ده اطفال شكله جميل. ده كده دخلنا على رسومات الاطفال صح؟ ده كده رسومات اطفال اهي. مش عارفه ايه الصاروخ اللي طالع ده، كتير قوي، حتى في السرير دي في الرسمه بتاعت الصواريخ دي. برضو دي كده برضو رسمه اطفال، فيلين اللي فيله
الرسمة بتاعتها حلوة قوي. دي كده رسمة أطفال، أربع ألوان بس نفس الديزاين، أربع ألوان بس نفس الديزاين. ده فيه بسم الله ما شاء الله، ده فيه أشكال مش معروضة، يعني فيه أشكال مش معروضة في الصفة اللي احنا كنا واقفين فيها دلوقتي دي. لا وفي صفة تانية بقى، تعالوا بقى شوفوا السادة. أنا عاجبني الأزرق ده قوي، أنا عاجبني الأزرق ده قوي قوي. الإيه؟ الهشير. هشير؟ اه سادة منه فين؟ اسمه هشير، وعامل زي المشرط، عارفين المشرط اللي احنا كنا بنعمله بيضات للكنب؟ ده ألوانه كلها موجودة. اسمه هشير، دي كده ألوانه موجودة كلها، يعني في منه الكافي وفي منه الذهبي واللبني واللون السكري والزيتي اه والبامبا والرمادي والكشمير، كل ألوانه موجودة. كل ألوانه موجودة. الزجاجات طبعا بألوانها كلها موجودة. أنا عايزة أجيب الطبعة، طبعة أهي، عشان برضو أكد لكم إن احنا إيه؟ تركي وميد ان تركيا وقطن ميد ان تركي. لا جميله 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 بجد، الالوان بتاعته حلوه قوي. بجد الوانها كلها الزجزاجه اهو، نزل توب. انا اول لما جيت ما كانش التوب كده، كان التوب صغنن كده وكان المتر ب 140. نزل كل الوان اهو، و 165 لتبع منوعات اخر هنقول 170 يا جماعه لاي حد. بصوا ده الاشكال كلها، اللونين دول حلوين قوي قوي، اللونين دول جمال اشتغلوا مع بعض. بصوا بقيه الالوان واللونين برضو دول جمال. بصوا الاطفال دي، الاطفال دي جميله جدا، الوانها زاهيه، الوانها زاهيه وجميله. هو لا يعلى عليه يعني معلومه بس اي حاجه، بس لنا الحمار الوحش ده هو جميل. وهو التوب كده ملموم كده بجد، يعني تحفه. تخيلوا بقى، يعني تخيلوا المنظر لو على السرير، تحفة. وحاجة برضو عندنا، في ناس بتاخده على فكرة كفر لحاجة، حاجة عندنا بس عشان خاطر قناة منوعات منوعات عايز تقولي بقى منوعات منوعات العنقود وبرت، حصل فيها مشكلة ترجع ب 165 جنيه. ما انا بفهم برضو حضرتك، 165 جنيه وعايزها توبر، بفهمك برضو حصل راجل. فيها اي مشكلة مش وبرة يعني. لا 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 خدوها عن ثقة، لا فيها لون بينزل ولا وبرة وما فيهاش مشاكل خالص زي العمرية، بس هو الفرق في السعر يبين لك فعلا قيمه الخامه. الخامه قيمه جدا، قطن 100% زي ما قلت لكم تبراك. كنا مستنيين التشكيل الكامل ينزل، الحمد لله نزل عند استاذ تامر اهو. زي ما انتم شايفين الشكل ده تحفه اصلا، يعني مهما قلت مش قادره اوصف لكم على الحقيقه شكله عامل ازاي. الابيض في اسود ده، يا سلام لو خدتوا له الابيض بقى اللي هو مطبوع منه فيه وعملته منه ماتشنج اتنين مع بعض، ده بقيه الديزاينات والاشكال بتاعه التبروك. كل الاشكال اللي انتوا شايفينها دي تحفه طبعا، فاحنا مش هنقدر نفرق كل الاشكال دي بصراحه، بس احلى حاجه ان هو جايب الساده وجايب المنقوش. لو حبيتي تاخدي ساده تاخدي له اللون الزيتوني ده ممكن تلاقي منه. انا عايزك تفردي الزرقاء دي برضه، شكلها حلو قوي يعني بجد. الزرق الزرقان بتاعها صارخ كده، لونه حلو قوي، لما اتفردت حتى بقت لونها باين. بصوا اللون بتاعها، هي ناويه تقع بس ما فيش مشكله، يعني احنا بالنسبه لنا عادي يعني. بصوا الجمال بتاع لما تتفرد على السرير بتبقى حاجه تانية. هو مصمم يبين لنا الطبعه بتاعت كل متر ولا بتاعت كل طوب، بس هي كل متر فيها طبعه او كل نص متر يعني كل تقريبا 70 سنتي بالظبط فيها الطبعه بتاعتها. تمام. برضو الرسمة دي احنا ما بيناهاش، شكلها جميل واطفال. الخامة بتتكلم عن نفسها، المشكلة ان التواب فوق خالص. بصوا التواب بتيجي يعني متقفلة كده اربع طبقات على بعض، يعني بيجي توب صغير. الاشكال الاربعة اللي جنب بعض دول شكلهم حلو جدا برضو، تاخدونهم اي لون سادة من الالوان اللي فيها يبقى شكله جميل. الازرق المربعات ده برضو حلو قوي، جاي منه اربع الوان زي ما انتم شايفين اهو. تاخدوا ممكن الرمادي، الثلاث الوان دول تاخدوهم الرمادي او الكشمير، وهنا ممكن البترولي او تعمل كده مع الابيض اللي احنا قلنا عليه اللي هو مطبوع منه فيه ده. انا مش عايزه اسيب لكم ولا توب والله ابينه لكم، بس بجد التوب دي برضو حلوه قوي، بس هي فوق خالص في الرصه، فصعب ان ننزل ونفرده يعني، بس على قد ما اقدر بوريكم الالوان ان الشكل اتنين تلاتة. ده في مبيتي في اسود، ده رمادي خالص فاتح في غامق، ده مستردة في رمادي غامق. بس برضو تأكيدا للي انا وصورته لكم ان هو لا توب ولا اتنين
يعني هي حاوية كاملة ما شاء الله. ده بقية التشكيل اهو، في حاجات كتيرة قوي على فكرة احنا مش صورناها، يعني في تشكيل تاني خالص ما صورتوش، بس انت منزل على التليجرام الاشكال دي. كل حاجة موجودة على التليجرام. خلاص انا هنزل لكم تمام التليجرام، انا هنزل لكم في صندوق الوصف لو حابين تدخلوا عنده تشوفوا التشكيل كامل. تمام، برضو هو المكان ما يتوهش خالص، سيب لكم كل التفاصيل ان شاء الله في صندوق الوصف. بس هنستنى السادة دلوقتي نفرده ونوريكم الالوان بتاعته بحيث ان تشوف الاشكال كلها. بصوا دي جميلة قوي برضو، توب اهو لسه جاي، انما جيت برضو كان التوب صغير بتاعه، والنجوم اهي اللي كان بيسأل على النجوم اللي ارضيتها رمادي. تعالوا بقى للسادة، هو السادة برضو بنفس السعر 165 طبعا، منوعات اخر العقود 170 عادي يعني، ما نقوش بقى زي السادة بالظبط. اه طبعا نفس الماتيريال، نفس الماتيريال. الشير اللي قلت لحضرتك عليه اللي هو ده السادة المشبع. ده المشبع. ده المشبع. انا بعشقه بصراحة، انا كنت بقول عليه رخامي لو يفتكروا. ده المشبع. المشبعات بألوانها كلها طبعا. المشبعات بألوانها كلها. كل الالوان بتاعت المشبع. بس انا مش شايفة لون الجنس. بس بشكل تاني مش شبه الرخام كده، لا اهو عندي نوعين مشبه اللي هو الهشير. هشير ومشبه. ومشبح اهو. ده كده السادة بدرجاتها كلها. ده كده السادة بدرجاتها كلها. حلو قوي. ثلاث الوان. حلو قوي. السكري مع القطن الشكل بتاعه قيم جدا. الدرجة يعني جميل. طبعا مفيش حد بيعمل كده في مصر. الدرجة في منها اربع الوان. البيج عندي منه خمس درجات. خمس درجات. ادي درجة. ياه. ثلاثة. بس طبعا اكيد في حاجه مستخبيه في اللي انت عملته ده. الرمادي في منه درجات كتيره جدا. غامق وفاتح وفضي. غامق وفاتح وفضي. تمام. منه كذا درجه. احلى حاجه في اللي انت بتقوله بقى ان انت الالوان الخمسه اللي انت بتقولها او الالوان الكتيره اللي انت بتقولها دي بتلاقي مع كل نقشه من المنقوش، لان كل نقشه من المنقوش ده بيبقى فيها كده يعني لون لازم تجيبه نفس الدرجة عشان تعمل ماتشنج معاه. فحلوة خمس درجات تنقي منها درجة. عجباني قوي، عجباني، بحب الحاجة اللي فيها زرقة دي. عجباني جدا. من درجة من درجات المستردة. حلوة قوي المستردة دي برضو. فعلا. بص يا بنات، دي كده المستردة اللي معانا، ودي بقية الأشكال. بصوا البتنجاني حتى اللون بتاعه عامل ازاي، اللون اللبني، اللبني جميل قوي على الحقيقة. أشكال كتيرة جدا من المنقوش تاخدلها معاها السادة من غير ما تتعبي في حاجة. وكمان اللي هيسهل عليك الموضوع التليجرام، لما أبعتولك في صندوق الوصف تدخلي وتشوف التشكيل الجديد اللي نزل من التبرم. مع كل سادة عشان في ناس طبعا عندها تقليد. طبعا، فكل حاجه لازم. لو مش مكتوب عليه ما تاخدوش. لا، ما انا برضو ببص للي مش مكتوب عليه صراحه ما باخدوش. ميد ان تركي برضو لازم يكون مطبوع. وميد 100% قطن. تمام. هي هاديه قوي، عارف يمشي معاها الكافيه اللي انت كنت بتتكلم عليه بدرجاته. الكافيه اهو ده اللي يمشي معاها، وهي لونها هادي جدا طبعا. على الحقيقه، على الحقيقه جميله جدا. الناس اللي بتحب الحاجه الهاديه وداخل لها كافي. انت دخلت معاها الهشير. تمام. وكم درجه بيج برضو موجوده. انت بصيت للبيج ده، انا بصيت للبيج ده، يعني الثلاث كام درجه موجودين تمشيها معاها. هو ده اللي انا بتكلم فيه، الدرجات بتختلف اهي. كم درجة؟ ممكن الهشير. بصوا بصوا، لما يبقى طقم منقوش تمشي معاه كام لون سادة وزي ما انت عاوزة. ممكن الناس بتحب الطقم منه فيه من غير ما تدخل معاه اي سادة خالص. طب هنقف لغاية كده يا بنات بقى، وده التشكيل كله مع الحاوية الجديدة اللي عنده أستاذ تامر. في أشكال تانية لسه ما اتصورتش. خلاص، في أشكال جديدة تنزل على التليجرام، وتابعوا مع أستاذ تامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.